احكي لنا يا سيد سراج، شو شفت بهديك الليلة؟ لو سمحت احكي لنا شو شفت بهداك اليوم عند الكوخ الأحمر. احكي شو صار يا سيد سراج. وطبعا قرار المحكمة بيعتمد على شهادتك إذا بتريد، فأحكي الحقيقة. خبر المحكمة شو صار يومتها لو سمحت. احكي يا سيد سراج، احكي شو عمل بافيشيا مع سارفاتي بهداك اليوم. أرجوك تحكي اللي أنت شفته. يلا احكي، إذا بتريد خبر المحكمة إذا كان السيد بافيشيا هو المسؤول عن حالة سارفاتي ولا لا. أرجوك توضح الصورة وتذكر أنه قرار المحكمة بيعتمد على أقوالك. لا، أنا المسؤول عن يلي صار بسارفاتي. إيه، أنا حاولت وقتها إني أقتله. سيد سراج باناك، كتير مهم إلنا إنه نعرف إلنا ليش أقدمت على ارتكاب هالجريمة البشعة. شو اللي دفعك لهالفعل؟ سيدي، أنا بحبها لسارفاتي كتير، يعني بحبها أكتر من حالي، وكنت رايد أتزوجها لحتى حقق كل أحلامي وعيش معها، بس هي رفضت حبي إلها وتزوجت بافيشيا، وأنا ما تحملت إني شوفها مع حدا غيري. ولهالسبب أنا قررت إذا سارفاتي ما بدها تكون إلي أبداً ما رح تكون لحدا غيري. لا مو صحيح، هي مو الحقيقة. فيك تفهمني ليش عم تكذب؟ لا سيدي، هيك صار. مو صحيح الحكي. أنا المسؤول عن كل يلي صار معه، بس هو ما عم يقول الحقيقة. ما أنا الحقيقة سيدي القاضي، الحقيقة أنه هو إجا وأنقذني، والمسؤول الوحيد عن محاولة قتلي هو بافيشيا. سيدي بترجاك تصدقني، هو ما له علاقة بالمرة. لا تصدق كلامه وتعاقبه رجاءا. سيدي سارفاتي كابادية، من الأفضل للكل تتركي هالقرار للمحكمة وهي بتتابع القضية. طالما كلنا بنعرف شو هي الحقيقة، ليش هيك سراج عم يكذب؟ ليش مصر يخبي الحقيقة؟ بعد سماع الأقوال وبعد المطابقة بين الأدلة، كانت النتيجة إنه المحكمة قررت التالي. السيد بافيشيا كابادية، جميع التهم الموجهة ضده ليس لها أي أساس، لهذا السبب قررت المحكمة إطلاق سراحه. وبالمقابل فإن السيد سراج باناك اعترف بنفسه أنه هو الفاعل، ولهذا السبب وبتوفر الدافع قررت المحكمة إصدار الأمر باعتقاله. وسوف تتخذ إجراءات أخرى مع المتهم. لحظة، قال لي ليش هيك عملت بحالك؟ فهمني ليش هيك عملت، بس قال لي ليش هيك كذبت؟ فيك تجاوبني؟
قديش دفعوا لك لحتى بعت حالك؟ اللي قديش اخذت مصاري مقابل هالكذبه هي؟ يلا قل لي. بعد اتركه اذا سمحت، بعد عنه. هذا جزائي؟ هذا جزائي لاني حاولت اوثق فيك وبشهادتك؟ بس هي مو اول مره بتطعني فيها بظهري، واليوم كمان قدام الكل حطمت لبنتي وحطمت ثقتها فيك وخربت الدنيا. لك ليش عملت هيك؟ فهمني. هلا بدي اسمع جوابك. هلا بدي اعرف ليش انت عم تعمل فينا هيك؟ ليش انقذت المجرم يلي عمل ببنتي هيك؟ قول، لك قول، جاوبني يا حقير. اذا بتريد نزل ايدك. انت بتعرف انه كلنا كنا واثقين فيك، وهيك الله قدرك تعمل معنا لتكافينا؟ لك قبل ما تعمل هالعمله كنت فكر بالاب المقهور يلي واقف قدامك. اللي انا هلا كيف بدي نام؟ واللي عمل هيك ببنتي عم يسرح ويمرح برا وكانه ما سوى لها شيء وحرقها بهالشكل. واحد مجرم مريض عمل عملته واذى بنتي وعايش مرتاح مطمن، وكله بسببك، كله بسببك انت. لك بدي اقتلك. رجاء بعد عنه. اهدى على مهلك. خلاص بكفي بقى، اتركني بدي اخلص عليك. امشي. اهدى. لك شو صار لك؟ اهدى. برافو عليك، ممتاز، عجبتني. بالمناسبة لازم تعرف شغلة، انت بلحظة ساويت وحدة رقاصة بنت عائلة ملكية، وكنت اسمع انه في حب لحد الجنان، بس انت تجاوزت الكل بجنانك. يوراج، لك وين راح هلأ هاد؟ وهلأ ما حدا بيقدر يفرق بيناتكم ولا يحكي معكم كلمة. بافيشيا، برأيي هالوقت والمكان ما نون مناسبين لهالأحاديث. طيب بسيطة، أنا بتفهمك، بس يعني شو ساوي؟ صدقني ما فيني ضل ساكت وامشي من دون ما أعبر لك عن شكري إلك.